السلام عليكم متابعين قناة فيروس انكس، حلقة جديدة معاكم اخوكم يونس تيتو. وان شاء الله يا شباب مكملين في دورة البايثون. في الحلقة اللي فاتت شرحنا الليست وقلنا ان الليست الفرق بينها وبين الفاريبل ان الفاريبل بتحط له قيمة واحدة سواء هي سترينج او انتجر، لكن الليست بتحط فيه يعتبر اكتر من سترينج او يعتبر اكتر من انتجر، مثلا ارقام وحروف وحاجات كتيرة جدا تقدر تضيفها في الليست دي، وبالتالي ممكن تعمل برنت الرقم واحد يطبع لك حاجة معينة. ده شرحناه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. ففي الحلقة دي بقى عايزين نتعلم حاجة جديدة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا لو عندي شركة والشركة دي فيها موظفين كتير جدا وانا بتلخبط بينهم مثلا، وعايز اعمل لكل موظف منهم مرتب، تمام؟ وبالتالي عاوز اقول لما اقول للبايثون اعمل لي مثلا لما اكتب له اسم محمد مثلا يطلع لي المرتب بتاعه مثلا 1000 جنيه، محمود مثلا 1500، مثلا علي 2000 جنيه. فبالتالي عاوز اعرف انا ازاي اعمل حاجة زي دي، تمام؟ طيب مش بس كده، ان انا عايز يبقى معايا امكانية كمان ان انا اقدر اعدل يعتبر السترينج ده او يعتبر المرتب ده في اي وقت. فبالتالي في حاجة اسمها يعتبر الديكشنري او يعتبر القواميس، ودي اللي هنتعلمها في حلقة النهاردة. هنطلع فاصل بسيط وندخل في الشرح على طول. يلا بينا يا شباب نبدا الشرح على طول. النهارده ان شاء الله هنشرح حاجه جديده في لغه البايثون اسمها الديكشنري او يعتبر القواميس. طيب ايه الفرق بين القواميس وبين الليست اللي القوائم او يعتبر التيوبلز او الفاريبلز عموما؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا. مثلا لو انا جيت في الفاريبلز ببدا ان انا اعمل لك يعتبر عنصر او اقول لك حاجه معينه اقول لك القيمه بتاعته بين قوسين من دول. بعد كده اتعلمنا ان احنا ازاي نستخدم قوسين من دول، وقلنا ان الفرق بينهم ان ده يعتبر فاريبلز وده يعتبر ليست، والليست ان انت بتضيف فيها اكتر من سترينج او اكتر من عنصر. طيب جميل، النهارده بقى هندرس القوسين اللي هو يعتبر دول ودول اللي هم اساسا من يعتبر القواميس. طيب معنى ايه باختصار كده؟ تعالوا ندي مثال بسيط ونشرح بالتفصيل. المفروض ان انا لما بعمل فاريبلز وبقول مثلا v7x، بعد كده بقول له مثلا ايكوال ان انت مثلا بتساوي وافتح له القوسين بتوعنا، بس انا هفتح القوسين دول اساسا المره دي وهقول لك الفرق بينهم وبين التانيين. لما بعمل مثلا اللي يعتبر القاموس ده ببدا ان انا افتح له القوسين دول واعمل علامتين التنصيص دول مثلا، وابدا ان انا احط له اول حاجه اسمها كي اللي هو اعتبر المفتاح، تمام يا شباب؟ طيب بعد ما احط الكي ده ببدا ان انا اعمل العلامتين دول. طيب بعد ما احط العلامتين دول بعمل علامتين اقتباس تاني ببدا ان انا احط فيهم حاجه اسمها فاليو، تمام؟ طيب ايه بقى اللي انا عملته ده وايه طريقه الكتابه بتاعه الكود ده؟ هقول لك ان الكي والفاليو اللي هم يعتبر بيكملوا بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عندنا الكي دي بتساوي يعتبر اسم الفاريبل اللي هو يعتبر ده، والفاليو ده بيساوي السترنج اللي جوه الفاليو ده اللي هو يعتبر عفوا الكي ده. فبالتالي هنا بقى لو جينا نعمل برنت كده للكي المفروض يطلع لنا الكي. لا تعالوا نجرب عشان اوضح لك الموضوع عامل ازاي. لو عملنا مثلا للبايثون برنت، بعد كده فتحنا قوسين وقلنا اطبع لنا v7x، بعد كده في v7x دول اطبع لنا مثلا الكي، تمام؟ قلنا كده البايثون اطبع لنا الكي في v7x، تمام؟ هنقفل بقى الكوز بتاعنا تاني. كده المفروض هو يعمل ايه؟ كده المفروض ان هو يطبع لنا كلمه كي، ده المفروض يعني ده اللي احنا درسناه قبل كده. طب تعالوا نجرب عشان نتاكد، هندوس على ران كده عشان نتاكد مثلا ان هو هيطبع لنا كلمه كي، هيطبع لنا كلمة فاليو. طيب ليه بقى اللفة دي او ايه اللي حصل في الموضوع كده؟ احنا متعودين ان احنا لما بنقول له برنت كذا بيطبع لي كلمة كذا، فانا بقول لك هنا ان الكي ده مفتاح انت بتحط له السترنج بتاعه اللي هو يعتبر الفاليو، تمام؟ يعني انا كده لو جيت مثلا اغير في الفاليو ده وبدات ان انا اكتب اي حاجة كده واعمل مثلا برنت هيطبع لي مثلا الكلام ده، هقول لك اه. طيب ازاي بقى وايه الفكره بتاعته؟ نفس فكره بالظبط الليست، بس بتضيف لها حاجه اضافيه اللي هي بتضيف مثلا العنصر للسترنج اللي انت بتحطه ده بتضيف قيمه للسترنج ده. طيب تعالوا ندي مثال افضل من كده. مثلا لو انا عملت كي وبدات ان انا بعد كده اعمل مثلا فاليو، تمام؟ طب عايز اضيف بقى حاجات تانية، هبدا ان انا اعمل فصل عادي جدا. طيب اضيف بقى قيمه تانية او يعتبر كي تاني، هبدا ان انا اسمي الكي ده ايه مثلا كي 2 او عفوا او كي 1، لان عارفين البايثون بتعد من الزيرو. طيب كي 1، طيب بعد الكي 1 هعمل علامتين دول اللي هو الكي 1 ده اساسا بيساوي كام؟ بيساوي مثلا مثلا الفاليو 2، الفاليو 2 عفوا الفاليو 1. طيب تمام كده احنا خلصنا الكي 1 والكي يعتبر الكي والكي 1 والفاليو والفاليو 1. يعني انا كده لو عملت برنت للبايثون وقلت له اعمل لي برنت للكي 1 هيبدا ان هو يجيب لي فاليو 1. طب تعالوا نجرب عشان نتاكد زي ما احنا شايفين. فبالتالي ده اللي احنا اتعلمناه من الديكشنري باختصار. طيب تعالوا ندي بقى مثال بسيط عشان نتاكد من الموضوع ده ونفهم بنستخدمه ازاي. لو عندنا مثلا شبكه انترنت والشبكه دي فيها يوزرات كتيره جدا، يعني مستخدمين كتار جدا،
وانا عاوز احدد لكل مستخدم معلومات معينة. زي ايه مثلا؟ زي المرتب اللي هو بياخده او يعتبر المبلغ اللي هو بيدفعه. هبدأ ان انا اعمل اول حاجة نظام قاموس كده اسميه يوزرز، تمام، اللي هو مستخدمين. بعد كده المستخدمين دول بيساهوا، هبدأ ان انا افتح له يعتبر ديكشنري كده. طيب بعد كده هعمل علامة الاقتباس بتاعتنا دي. بعد كده هبدأ ان انا اقول مثلا اسم اليوزر، فلنفترض ان هو اي اسم عموما بس انا هسميه يوزر، تمام. طيب ده اليوزر كده، هقول له بقى اليوزر ده هحط له بعد كده مثلا بيدفع كام. مثلا هقول له مثلا بيدفع مثلا 1000 جنيه مثلا. بعد كده هحط له في القوس كده. بعد كده هبدا ان انا اعمل علامه تانية كده اللي هي مثلا واحد تاني، وهبدا ان انا اقول يوزر 2. مش عارف ليه عمال اقول يوزر 2، المفروض يوزر 1 لان البايثون بتعدي من الزيرو. طيب ما علينا كده، يوزر 2 يوزر 1. بعد كده هبدا ان انا اقول له القوس التاني، وهبدا ان انا اكتب له هنا مثلا القيمه بتاعت اليوزر التاني اللي هو مثلا بيدفع 2000. فبالتالي كده انا حددت اليوزر 1 اليوزر الاول بيدفع ايه واليوزر 1 بيدفع ايه. طيب كده انا بقى لو جيت اعمل للبايثون اقول له مثلا برنت يوزر 1، المفروض ان هو كده يطلع لي 2000 جنيه. طيب تعالوا نجرب كده، هنعمل امر برنت. بعد كده هنبدا ان احنا نفتح القوسين، هنكتب بقى السترينج الفاريبل بتاعنا اللي هو يعتبر يوزر. بعد كده هنبدا ان احنا نفتح القوسين دول. بعد كده هنبدا ان احنا نحدد له هنعمل برنت الايه. احنا هنعمل برنت الايه، هنعمل برنت ليه اليوزر اللي هو يعتبر ده. طيب جميل جدا، هنيجي هنا نفتح علامتين اقتباس، هنيجي بين علامتين الاقتباس ونبدا ان احنا نعمل لزق، تمام. طيب كده احنا بنقول له اعمل لنا برنت ليه اليوزرات، واطبع لنا تحديدا اليوزر واحد اللي هو ممكن يكون محمد او احمد او اي سترينج او اي اسم انت عايزه، بس لما تدوس عليه بيطبع لك الرقم اللي هو المبلغ بتاعه اللي هو بيدفعه. طيب تعالوا نجرب، هيبدا ان هو يجيب لي 2000. فبالتالي دي حاجه اسمها ديكشنري او يعتبر القاموس. بتفيدك في ايه؟ بتفيدك زي ما قلت لك كده، لو انت عندك مثلا حاجات كتيره جدا وعايز تربط كل واحد مثلا بمعلومات خاصه، فلنفترض ان انت مثلا جيت على اليوزر ده وسميته مثلا علي، تمام، قلت ان علي ده مثلا بيقبض مثلا 2000 جنيه، وجيت هنا بدات ان انت تقول له برنت لي علي، هيبدا ان هو يجيب لك المرتب بتاعه. تعالوا نجرب، هيبدا ان هو يجيب لي المرتب بتاع علي اللي هو 2000 جنيه. فبالتالي كده انا بربط حاجه معينه بحاجه معينه ثانيه، بدل ما اكتب مثلا ارقام كتير وبيانات كتير ومعلومات كتير، لا انا كده بختصر حاجه معينه. ده كده يعتبر حاجه اسمها الدكشنري او القواميس، وده كده كان شرح النهارده. طيب في بس معلومه اضافيه عايز اوضحها لكم، ان نفس القواميس بالظبط نفس الليست تقدر تضيف او تعدل حاجه معينه. يعني لو انا مثلا عايز اعدل المرتب بتاع علي ده ومش عايز العب مثلا في الدكشنري ده، هعمل ايه؟ اقول لك بسيطه جدا، هتيجي هنا كده وهتبدا ان انت تعمل الامر التالي. اول حاجه اللي هو يعتبر يوزرز اللي هو المستخدمين مثلا، وهبدا ان انا اقول له مثلا افتح له القوسين دول، وهبدا ان انا اقول له تحديدا، يبقى انا كده بحدد له في اليوزرز بحدد له تحديدا اللي هو يعتبر علي. انا كده بحدد له علي تحديدا، وهقول له خلي علي ده يساوي مثلا، انا كده عايز ازود المرتب بتاع علي، هخلي علي مثلا 5000، تمام. يبقى انا كده بقول للبايثون في اليوزرات، وابدا ان انت هات لي اليوزر اللي اسمه علي اللي هو اساسا بيساوي 2000 جنيه مثلا مرتبه، لا خليه مثلا 5000. طيب تمام، تعالوا كده بعد كده نحن ندوس على انتر ونجرب. خلوا بالكم انا عامل هنا برنت ليه عالية، هوضح لكم حاجتين في حاجه واحده، فعايزكم تركزوا معايا. انا المفروض ان انا كده لما اعمل برنت يجيب لي 5000، صح كده؟ ده المفروض. طيب تعالوا نجرب، هنبدا ان احنا نعمل برنت، هيبدا ان هو يجيب لي ايه 2000. طب معنى كده ان القواميس ما بتغيرش؟ اقول لك لا، معنى كده ان البايثون ما فهمتش منك انت عايز ايه بالظبط، لان دي لغه برمجه فانت لازم تفهمها. بمعنى ايه؟ باختصار ان انا كده عامل برنت للكود ده، والكود ده اللي هو يعتبر مكمل للكود اللي فوق منه، تمام. يعني كده الكود ده انضاف ليهم بس لسه ما تعرفش، يعني انا كده اعلنت عن الكود ده بس لسه ما اكدتهوش. طب اكده ازاي؟ هبدا ان انا استخدمه مثلا برنت، تمام، نفس الكود بالظبط اللي هو يعتبر ده، يعني بدون اي تغيير نهائيا. هبدا ان انا اعمل نفس الكود ده، وبعد كده هعمل برنت. بعد كده هقول له مثلا في اليوزرز، عفوا يوزرز، ابدا في اليوزر دول اعمل لي برنت ل مثلا العالي اللي احنا قلنا عليه ده، تمام. هنبدا ان احنا بس نحط علامتين الاقتباس بتاعنا ونبدا ان احنا نقول له علي. طب هنشوف الفرق كده، هيبدا ان هو يجيب لي ايه 2000، بعد كده 5000. طب ايه الفرق؟ هقول لك ان البايثون لغه بتحب اللي يحترمها ويفهمها الموضوع عامل ازاي. يعني انا مثلا انت قلت لي برنت لي اليوزرات وعلي، تمام، علي بياخد كام؟ 2000. ده كده كود خلصنا منه، بس انت قلت لي بعد كده ان علي بيساوي 5000، بس ما قلتليش اطبع لي علي،
يعني ما قلتليش اطبع لي عليه بعد ما كان بيساوي ال 5000. فبالتالي ترتيب الاكواد وترتيب الاوامر مهم جدا في البايثون، ودي يعتبر الملحوظه اللي انا حابب اقولها لكم. زي المسافات بالظبط، لو عامل 3 مسافات كده ما ينفعش ان انت تكتب الكود ده تضمه ليهم، لازم يكون 4. فبالتالي او يعتبر تدوس على السهم ده مره واحده وخلاص. فبالتالي الحاجات دي هتفرق جدا في البايثون، فانا عايزك تتعلم الموضوع عامل ازاي وتتعلم البرمجه صح، تكتب الكود صح، بيطلع معاك الاوامر صح، بحيث ان انت ما تراجعش اللي انت بتكتبه، هتبقى بتبرمج سكريبت معين ما تحتاجش ان انت تراجع السكريبت او تبص عليها والحاجات دي، لانك انت بتكتب وانت فاهم. يعني مثلا ممكن مسافه زي دي، تعالوا بس اوريكم حاجه بسيطه، لو جيت عند اليوزر دي وبدات ان انا اعمل مسافه بسيطه كده واعمل على ران كده، هيبدا ان هو يجيب لي ايه زي ما انتم شايفين اخطاء. فبالتالي دي يعني اتفه حاجات ممكن انت تعملها، ان انت تعمل مسافه بس بسيطه، لكن ان انت تعمل اي مسافات هنا فالموضوع سهل جدا اهو، تبدا ان انت تعمل برنت ان هو مش هيجيب لك اي اخطاء. فبالتالي ركز جدا، لان البايثون معتمده على المسافات قبلها مش بعدها، لكن بعدها ما بتفرقش معاها. فبالتالي الموضوع بيحتاج ان انت تبقى فاهم بس مش اكتر. ودي كده كانت حلقه النهارده، بتمنى ما اكونش نسيت اي حاجه في الديكشنري، واكون وضحت لكم الشرح بالكامل، وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. انتظرونا ان شاء الله قريب جدا، هنختم الدوره وهنزل شويه حلقات مهمه جدا عن البايثون في صناعه السكريبتات، زي مثلا سكريبت ان انت تعمل تشفير او فك تشفير، وحاجات تانية كتيره جدا هنتعلمها في الحلقات اللي جايه. بتمنى تدعمونا باللايك وسبسكرايب وتعمل شير للفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا من المعلومات اللي بنقدمها، ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7 هيك. السلام عليكم.